مندي الكبير، وزيد عليهم محمد زريده، وزيد عليهم المعجازي، وزيد مول جوج بلغات اللي هو بن جديده، وافضلهم مول جوج بوشيات اللي هو حمزه خابه. هاد اللاعبين حالفين تيخرجوها من الجمهور الرجاوي في هاد الموسم هذا. وبالنسبه لي عيب وعار هاد اللاعبين يكونوا اصلا تيلعبوا في القسم الاول. هاد اللاعبين هادو بلاصتهم في الدوزيام ديفيزيون ولا يمكن حتى في الطروازيام ديفيزيون. وهنا غادي نعطي واحد الميساج واضح للجماهير الرجاويه. الجماهير الرجاويه خاصهم يتقعدوا، خاصهم يهضروا مع اللاعبين، واهم حاجه يديروها ينتقدوهم ولكن باحترام، وينتقدوهم باحترام ويوصلوا لهم ميساج يجمعوا راسهم معنا في هذا الموسم. راه حرام وعيب ما يماركوش بيت على اضعف دفاع في البطوله الوطنيه اللي هو ديال اولمبيك خريبكا. وهنا عاوتاني غادي نعطي واحد الميساج لديك الناس اللي تيقولوا بلي اللاعبين مازالين تحت الضغط. حنا حاليا في الجوله العاشره وفي منتصف الموسم ومازالين هاد اللاعبين ما خرجوش من تحت الضغط. بالنسبه لي هاد اللاعبين هذا هو المستوى الحقيقي ديالهم وما يمكنش يتطوروا نهائيا. اللاعبين هذا هو جهدهم وما يمكنش يعطوكم اكثر اصلا. اما من ناحيه المهاجمين اللي عند الفريق، واش غادي يماركي ولا افضل فرق اللي كاين في افريقيا؟ واش تتصوروا بلي اكثر ماي وحمزه خابه ولا يسري بوزوق ولا حدرف غادي يعول عليهم الفرقه في دوري ابطال افريقيا؟ هاد اللاعبين هادو ما قادينش يماركيو على اضعف الفرق اللي كاين في البطوله الوطنيه، عاد غادي يماركيو لك على الاهلي المصري ولا على شي فريق كبير في افريقيا. اما من ناحيه مندي الكبير، تيبان لي تالف غير مع راسو، وكل نهار وتشكيله جديده ولاعبين جداد، وكل مره تيجرب حاجه جديده. والمشكله واخا يعيا يغير في التشكيله ولا اي حاجه، نفس الحاجه تتعاود في كل ماتش. وتاني حاجه المدرب هذا تنحس باللي اهم حاجه بالنسبه ليه هو ما يتمركش عليه البيت وصافي، يعني بالدارجه تيشوف باللي التعادل راه مسلكو، بالنسبه ليه هو احسن حاجه. اما السيل معجازي، جميع الكرات ديالو في الماتش هذا كانت غلطه، وجميع القرارات ديالو كانوا غبيه، وشحال من كره تقطعت منه بواحد الطريقه غبيه لان فيه زياده بزاف. وبالنسبه ليه مستحيل لاعب يكون في مستوى غير متوسط يدير هادشي يديرو. اما سي زريده فيه غير تفطفيط الخاوي، الكره باينه خاصو يباسيها وباين لمن غادي يلعبها، فعطي باسيها كيبقى يفطفط، وديك الزيادات اللي فيه بزاف هما اللي ضيعوا الفريق من بزاف ديال الهجمات اللي كانوا ساهلين. وشحال من كره تتكون ساهله خاصو يعطيها للاظهره ولا الاجنحه تيبدا يفرفط وفيه الزيادات بزاف. اما موجوج بلغات، اقسم بالله وتحلف عليه عمرو لعب افاسونت، السيد مشلل ديال بصح وجميع الكرات ديالو تتكون بعيده، اما الكرات اللي تيلعبهم راسيات كلهم ما مفهومينش نهائيا. اما السي بن جديده، وهذا اللاعب هذا ما باغيش ننتقده بزاف، لان بالنسبه لي سفيان بن جديده مازال عنده واحد المستقبل كبير مع الفرقه، ولكن هذا السيد هذا جاته كره قدام الشبكه، والمشكله الكره كانت سهله بزاف وكانت قدام البوطو وسهل واي لاعب يماركيها. وبالنسبه لي هذيك الكره هذيك تجيب واحد من الطروازيام ديفيزيون يماركيها بكل سهوله، وهو تراها بطريقه اقل ما يقال عليها ديال واحد عمرو شد الكره وعمرو لعب نهائيا. وبالنسبه لي هذيك الكره هذيك واخا يديرها العاني ما يجيبهاش بحال هكذا. وانا غادي نعطي واحد السؤال للجماهير الرجاويه، واش متاكدين بلي هاد اللاعبين هادو غادي تعولوا عليهم في هذا الموسم؟ انا بالنسبه لي صافي استسلمت وتنشوف بلي هاد اللاعبين هادو ما غاديش نعول عليهم نهائيا. من غير حاجه وحده في هاد الانتقالات الشتويه خرجوا بعض اللاعبين اللي ما عاطين والو، دخلوا شي لاعبين اللي غادي يعطي واحد النيفو كبير. بالنسبه لي الفريق بدايه الموسم كان عندنا امل كبير فيه، ولكن اكتشفنا بلي شرينا المسدس ونسينا الذخيره. بالنسبه لي الدفاع ديال الفريق راه ممتاز بزاف، ولكن بكل صراحة الهجوم ميت ومشلل ديال بصح. وفي هذا الماتش وبلا ما ننسى حتى الدفاع ديال الفريق راه دار اخطاء كارثيه، ونذكركم باللي راه تسجل عليه جوج البيوت الحكم راه لغاهم، وكما لغاهمش الحكم كان الفريق غادي يخسر في هذا الماتش هذا 100%. بالنسبه لي نقطه واحده لا تسمن ولا تغني من جوع، فريق من 10 ديال الجولات راه تعادل في 5 ديال الجولات، ومن 5 ديال الماتشات يلا جمع 5 ديال النقاط. والمشكله نفس المشكل اللي تنقولوا في كل فيديو تنعاودوا حتى في هذا الفيديو هذا، بالنسبه لي الهجوم ديال الفريق راه خاصو شي حل ضروري، وحتى الاجنحه ديال الفريق حتى هما راه ميتين وما تيعطيش واحد الاضافه كبيره. اما النقطه ديال الضو الوحيده اللي كاينه هو روجر اهولو، هاد اللاعب هذا من اللاعبين كاملين اللي جابتهم الرجاء هو افضل لاعب بالنسبه ليا. قبل ما نسالي الفيديو الاخوان، بغيتكم تبارطاجيو الماكسيموم باش يوصل لكل واحد، وبغيت هاد الميساج هذا يوصل لكل رجاوي باش يعرف شنو كاين. ويلا في التركه، معكم حفيظ وتهلاو.